هو رافع قضية في لبنان ورحت حضرتها وهيخسرها لأني قدمت المستندات إن مفيش ولا فلوس ولا الكلام ده خالص. ومفروض دلوقتي في النيابة المحضر، أنا عاملة له 7 اتهامات أو 8. تفتكري حتى يعني ان شاء الله انه القضاء بقى او القضيه دي انها تترفض او كده، وحقك هتحسي ان هو رجع هتهدي شويه او هتحسي خالص؟ انا اصل بصي الكلام ده لو انا واحده اتشويت واتضايقت فروحت رفعت قضيه، لا مش ده اللي حصل. اللي حصل ان انا رضيت بقضاء ربنا وسكت، فاهمه؟ وابتديت ادور على دكاتره في كل انحاء العالم يحلوا لي مشكلتي. لما ابتديت ولقيت ان هو مطلع حاجات وصور ويبتدي يتكلم على اني عامله عمليه تجميل ويعمل اعلانات بيا وانا وشي باظ، فاهمه؟ ده اللي كان مستفز. لكن في الاخر دلوقتي انا حقي عمره ما هيرجع غير لو وشي رجع. تفتكري ممكن تعملي كده تاني حتى لو ولادك قالوا انك عايزه تعملي لسه عمليه تانية؟ عندك الشجاعه دي يعني؟ بصي العمليات الكبيره قوي اللي بيتكلموا فيها دي لا، يعني اللي هي تحلقي راسك وخدي جلد من جمجمه حطيه في الجنب عشان عينيكي تنزل لتحت لا مش هعمل حاجات دي. ممكن ادور بقى على الخطوط دي مثلا املاها فاتس مثلا، او يعني الحاجات اللي هي فعلا بتضرني في شغلي لو انا عايزه اكمل تمثيل او بتاع. اكيد مش هكمل بخط في وشي، فاهمه؟ بس ممكن يعني ده يعني مش لازم تبقى سيرجري كبيره، وانت ممكن تعالجيها بصي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي حالا ده لا، انا ما عنديش نفسيا اي استعداد اني اعمل اي حاجه. يعني بداري بقى، بحط كوفرز، بحط قصه، بعمل مش عارفه ايه، بحاول البربشه دي اخد لها فيتامينز، احاول اسيطر شويه. لكن دلوقتي ادخل سيرجري مش قادره بصراحه. معلش هرجع للفيديو برضو اللي انت عملتيه كنت بتتكلمي فيه، انا شفت ابنك كان بيطلع وراكي كده وتقومي بصله عشان بابا مش بيحب يطلع على السوشيال ميديا، اوكي، مش بيحب يظهر. يعني هو كل شويه كان بيطلع وراكي يعمل انا كده نفسي ويقول يطلع خيرك. ده، هو عايز يقلد بلوجر، هو لا يعني يوتيوبر بتاع 6 سنين بس بيقلد كل اليوتيوبرز والبتاع، يعني عنده مستقبل فظيع، بس بابا مش بيرضى خالص. اوكي، هو خايف عليه من وهو صغير يعني؟ فكر خايف يتحسد، ولا هو خايف ان هو يبقى ماسك التليفون طول الوقت فالناس تعرفه؟ لا مش عايز يبقى مشهور. يعني مش عايز الناس تعرفه في دلوقتي الشارع ولا وكده. بعدين؟ متهيألي دلوقتي وبعدين. والله متهيألي ده متجوز الشهرة كلها. عادي بوينت ازاي؟ غريبة قوي. يعني حتى ما بينزل له هو صورة شخصيا ما بي مش بيحب. اوكي، هي بتبقى يعني ساعات مشاكل اقول له ايه مش عايز حد يعرف انك متجوز يعني، ولا عشان ايه، ولا ما تاخديش الموضوع قوي كده، مش قصده قوي. هو لو حد هو مش في المجال خالص، صح؟ لا طيب ما هو ممكن لما حد بيبقى بره المجال بيتكسف او يتجوزش ممثل. لا، دي حاجة ما... لا مش هنقوله كده. لا دي حقيقة. انا بقعد اقول انت النهارده سبت كل الناس واخترت حد مشهور او حد ممثل بيحبك، ما تجيش تقول ابدا انت ليه بتتاخري، انت ارتضيت من الاول، فاهمه؟ بس هو بس انت معاكي مثلا لما بتنزلوا تخرجوا وحد يلقط صوره او بتاع مش بيبقى عايز يطلع ولا ولا عادي؟ بيبقى عايزني انا اتصور حتى. لا والله العظيم. من دي حاجه سخيفه بجد. لا ما تقوليلوش كده. لا حاجه سخيفه ان هو بصي حاجه سخيفه ان هو ساعات مش بيقدر ده، وهي حاجه سخيفه برضو ان احنا بنبقى عايزين تايم بتاعكم لوحدكم. مش قوي كده يعني، مش لدرجه 10 سنين بس، يعني قصدي اقول ان بتبقى اقتحام خصوصيه شويه. يعني انت ممكن تبقي عايزه تخرجي تشربي كوبايه قهوه براحتك مثلا. لا هو بيبقى ايه مثلا رايحه فرح فلابسه لبس ما ينفعش اتصور بيه، فهو بالنسبه له المذيعه اللي لابسه كم وقاعده وبتاع دي تمام، لكن على البحر، فاهمه؟ ولابسه مثلا فستان مثلا سمبروتيل او اي حاجه، فواحد يجي يقول لك ايه عايز اتصور. عندك حق، انا على البحر بس مش متصور، مش لابس حاجه اتصور بيها، فاهمه؟ ايوه مفهوم. طب انت بتعملي ايه في الحاجات دي؟ او مش بتخافي حد يصورك وتنزلي؟ ما بطلعش البحر خالص اصلا. قطعت البحر. والله اصل الناس تطلع بحر تعمل ايه؟ تنزل بحر صح؟ تاخد تاني مش هقدر انزل بحر.
هتقدري بس ممكن تفتحي تعملي ده في برايفت يعني تاخدي حاجه برايفت مش عارف برايفت ده هيبقى ايه اللي هو في ريستورنت بيخدم على بيسيرف البيتش ففي ويترز وفي شيفات وفي فين البرايفت ده غير بقى لو غير لو سافرتي بيتش بره لا غير لو سافرتي بره اشتري لي شاطئ اشتري هات لي شط بالظبط بصي الموضوع ده في دماغي طول الوقت بقعد افكر هو لو انا بقيت في ليفل كبير قوي من الشهره هعرف ابقى عايشه حياتي تو وات اكستنت يعني بس بره مصر برضو لما بتلاقي حد من الخليج او كده ما بتقدريش بس تختاري بقى حتت اللي هي صعبه يعني علشان تقدري سنغافورة بقى مش عارف الموضوع ده مضايقك بس لا لازم اضحكك انا رحت سنغافورة لهذا الغرض انك تنزلي الميه تبقي براحتك واول ما دخلت لقيت الراجل اللي على الريسبشن مصري استاذ من ورا وحياه ربنا مش هنسى شكلي ساعتها كنت هعيط وراجل مش فاهم ليه فاهمه وعايزين دمعت شايفه ليه سنغافورة عارفه فين بعيد ازاي ورايا والله العظيم كنت هعيط يا عيني فما بنزلش البحر لا ما بنزلش ما بنزلش لا دي حاجه تضايق ولا باخد تان وانا بحب اخد تان قوي لا التان ده قولي سهل ممكن ناخده خالص. في البلكونه لا ليه بنجيب هناخد يعني ممكن لو انت في مكان ما انا بقول لك هو ده لو انت في مكان مثلا في برايفت تدخلي بول تعملي سولاريو فبصي تلاقي لي نمش في كل حته من السولاريو ده اللي هو تدخلي في المشين ده مضر ضرر رهيب بجد بس النمش ده حلو انا بحبه يا شيخ ده بحبه جدا بس ده ساين انت مش عارفه انا كويس جالي حرق كده مره في كتفي من الشمس وقلب نمش اي ما هو كل فالدكتور قال لي تحبي نلحقه قلت له لا لا ده بصي كل ده نلحق مين ده جميل ده هو حلو لا والله كل حلو ده والله حلو انا ملاحظه ان انت جاي على نفسك انا ملاحظه ان انت مضايقه نفسك وانت ما فيش عندك مشاكل والله العظيم لا لعنت انا اكتر واحده برضه بس انا ما بحبش الافتراء يعني انا اللي ضايقني في موضوع وشي ده ان خلاص يعني طلعت مصيبه خلاص ما يعني ما تزق يعني ما يعني لو في زي دم ما تدوسش فاهمه خلاص بتشوفي مين اكتر حد ممكن يكون ظلمك او جه عليكي ناس كتير ناس يعني اي ناس في وقت طلعوا عملوا حاجات على السوشيال ميديا او هجموا او كده من غير ما يفهموا او من غير ما يسمعوا الطرف التاني او كده متضايقه منهم ومش مسامحاهم ومش هسامحهم عشان انا فيا حاجه وحشه قوي يعني دايما طيب قوي 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 ده قلبته وحشه جدا فانا اوحش حاجه فيا انا مش بسامح خالص حتى لو انا هكمل تعامل معاكي بس انا مش مسامحاكي طيب ابنك او اخر ابن اسمه ايه طارق بتتعاملي معاه بطريقه مختلفه عن ولادك طارق بقى انا حاسه ان هو اكتر واحد هيكمل معايا الجيرني لان هو بيحب الشهره جدا جدا هو ده اللي هياخد بايدك بقى ولما بتصور في مكان يقول لي مش بيصوروا معايا انا كمان ليه فاهمه ويعني وهو هقول لك برده هو يعني زي ما بيقولوا التلج او كيس التلج او الـ الحاجه المرطبه اللي ربنا بعتها في وقت كله مشاكل عشان يخلي الدنيا مرتاحه جدا سبحان الله فعلا حاسه ان علاقتك بيه مختلفه من جدا لان هو المسكن هو البين كيلر بالظبط ربنا يخليه يعني دايما اقول كده اقول انا مش عارفه هو لو ما كانش موجود كنت ازاي كنت هعمل ايه الفتره دي لو طلب منك اي حاجه تعمليها ما هي دي مشكله بعملها بجد بعملها فين التربيه الايجابيه بتاعت ان احنا تربية. بقى بصي نوافق على حاجات وما بنوافقش على حاجات مفيش خالص تربيه مش تربيه اصلا وحياه ربنا خالص ما بربيش طارق خالص هو اللي بيربيني يعني بصي لي كده فاهمه اللي هو اقول له والله ما عملت حاجه والله ما قلت كده بتزعقي لي يعني انت بتخافي من لقينا حد بتخافي منه بتخافي من طارق بص لي كده انت بتزعقي لي اقول له والله العظيم ما زعقت لك والله العظيم خالص انا بس يعني منفعله لا والله ده نقطه ضعفك قوي زياده عن اللزوم اوكي ايه الحاجه اللي لو حصلت دلوقتي هتخليكي سعيده جدا حلم يعني ولا حاجه اي حاجه تمنيتيها لا انا ما يعني في شغلي في شغلك او في حياتك
لا يعني في شغلي طبعا تمثيل، ان انا الاقي نفسي مثلا فجأة باخد اوسكار مثلا، او يعني اللي هو ابقى ابريشيتد، ان لو مش بمثل، لا ده انا كمان خدت جايزة اوسكار. انا اخد جايزة مثلا اللي هو احسن ممثلة مثلا في كذا، ان هي اثبت لنفسي ان انا ما كنتش ماشية ورا سراب يعني، فاهمة؟ يعني على المستوى الشخصي بقى خلاص انا كبرت، ولادي بقى اللي هو يتجوزوا ويعيشوا كويس لسه ما ومش عارفة ايه. ارتبطوش لا انا معيلة لهم مش خالص، مش دلوقتي خالص. عشان انتي ارتبطتي صغيرة، فعايزاهم يعيشوا حياتهم لحد ما يعيشوا حياته. لا يعني هم مش مسؤولين خالص يعني، لا بس 20 25 26 بس، طيب لسه هنروح الحفلة دي بالليل وهنطلع الساحل نعمل مش عارفة ايه يعني. مش بتاع استقرار وقاعد و لا ما افتكرش خالص. هتبقي حما صعبة. بصي متهيألي اه صح. مش عارفة ليه.